أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. وأخيرا من اليوم اللي كنت عم بستناه، عيد ميلادي. عجب جابوا لي هدايا. عبادة 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 وينك عبادة؟ في عبادة 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 عبادة. ايش في ايش في زلزال زلزال البيت عم رج فا. مجودة 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 مجودة. هز ارضية هز ارضية. العين تطلع فوت ولك قوم والعين تطلع قش قد ما كنت ايد. يلا ولك ولك انت غبية شي. في حدا بدخل حدا فيا حدا هيك؟ ايه في انا. عندك اعتراض؟ يا الله يا الله يا الله ليه عم تفعلين؟ ايش بديك؟ ولك حشره انت وياه؟ انا يوم عيد ميلادكم قصرت معكم بشي؟ لا ما قصرتي، بس ايش دخل هالموضوع الله يعني؟ لحظه طول بالك، لا تقول اليوم عيد ميلادك. واخيرا واخيرا حدا استوعب انبح صوتي وانا عم بعيط. طو حمار بالك كان فهم. كل سنه وانت سالمه يعني؟ ايش هالموقف العظيم كل هاد يعني؟ كل سنه وانت سالمه يا خدوج، عبال ما تشغلي مخك وتاخذي البكالوريا بقى. ايه وانتو سالمين وانتو سالمين ان شاء الله. بس شو هيك عالناشف طاول عالناشف؟ ولك يخرب بيتك من حالك انت وياه. وين الهدايا تبعتي؟ اطعم اطعم تحت الحرام انت وياه اطعم. اليوم الهدايا تبعتي اذا ما بيجوا راح طرب البيت فوق راسكم. ولك عمدا انت يوم عيد ميلادك نسيت جبت لك قلم؟ قولك الله يخرب بيت هالشاحن اللي جبتي لي اياه، يلي كل يوم بتزريني فيه ولك اعطيك اياه واخلص منه، ما انا بدي اجيب لك هديه، مين قال لك ما راح اجيب لك؟ وانت ولك بغي؟ ما لك برات الموضوع طاع طاع. ليش انا ما قلت لك؟ من امبارح عم بالك عم بخطط ايش بدي اجيب لك هديه، بس انت حالي لازم اسالك اول شيء. يو شوفوا بقى انا اللي طلعت زلمتون. اسمعوا لك، بما انكم قررين تجيبوا لي هدايا عشان ما تجيبوا لي هدايا بلا طعم وما استفيد منها شيء، بتجيبوا لي هدايا باركن عليها. مثلا اذا بتجيبوا لي شيء كمبيوتر حديث بمواصفات ثقيله لانه كمبيوتري عم جمد كثير وما عاد يشتغل، او اذا بتجيبوا لي ايفون 11 برو ماكس لانه بطل لسه ما شلت منه، او اذا بتجيبوا لي هوفر بورد، او اذا بتجيبوا لي ايباد، او شيء اسمه ورتين ذهب عيار 24 ما بقسر بدكم اياه. لا بدك تطولي لي بالك شوي، اطالع ورقه وقلم مش اسجل متطلباتك. الكبار يخرب بيتك من حالك، لو مفكره حالك انت عم تجهزك بدك تتجوزي، على فكره انا مالي جوزك ها، بك بس تتجوزي بقطبي هالمتطلبات كلياتهم من جوزك. بعدين انا ما معي مصاري اجيب لك هدايا عم تقولي عليهم انتيش، اسمعي نحن بنجيب لك هدايا على كيفنا وبنفاجئك فيهم. ماشي، ماشي موافقة، موافقة، بس الله يطعمكم اذا بتجيبوا هدايا تافهة مثلكم، انا حذرتكم. وانتو يا حلوين اللي عم تشوفوا الفيديو هلا وما لهم اشتراك بالقناه، اشتراك بالقناه وفعل زر الجيس، واللي ما له حيط الطايق طول يحط طايق هلا عشان ما خليكم تجيبوا لي هدايا انتو كمان ها، اشتركوا بالقناه حتى نوصل على المليون بسرعه، وانتو كمان يلا قوموا جيبوا لي هدايا، يلا. أولا ايش بدك تجيب لها انت؟ شقد معك مصاري؟ ما معي مصاري، ما معي غير 50 ليره، شقد معك انت؟ انا معي 5 ليرات، كفو؟ يا حبيبي كملت، 5 ليراتك هي ما بتجيب لك هلا علبة بسكوت. خليهم نايمين خليهم نايمين كمان العصر. شو رح انتوا وياه؟ ليش طالما ما فوتوه؟ عم نفكر ايش بدنا نجيب له هديه لخدوج خانهم. وليش بدكم تجيبوا هدايا لخدوج؟ ما اليوم عيد ميلاده لخانهم، اليوم اليوم عيد ميلاده وصارت تتطلب علينا بهدايا. صعيبه بابا انت ايش بدك تجيب له؟ طبعا ما رح اجيب له شيء، لازم هي اللي تجيب لي، لانه اذا ببرق بحسب ايش عطيتها من وقت ما كانت صغيره لهلا يمكن ما تلحقتوا فيني. طيب بابا معلش تدينا مصاري مشان نجيب لها هديه وبس يصير معنا نعطيك؟ طبعا لا، بس انا بقلكم خطه تحسنوا بتجيبوا فيها هدايا. حلو 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 ممتاز. قلنا بابا انتم ملكم تجيبوا هدايا لخدوج وما معكم مصاري، مالكم غير نبع الحنان امكم بالمطبخ. اليوم استلمت الجمعيه تازه من ام تحسين، يعني المصاري بجيبتها لسه سخنات، نطوا عليها على المطبخ وخذوا منها مصاري. بس انا بدي رزقتي بهي القصه، اقسم بالله فكره حلوه وموافق يا سيدي. مجودي ما عندنا غير الحل، تعال الحقني بسرعه. يلا 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 عبالة لحقك فورا. ماميشكو 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 كيفك يا عمري انت؟ ماميشكو وعمري اهلين استاذ عبالة. مي يا يوم على الله شو مشتاق لك انا. مجودة ومشتاق لي كمان؟ إيه لا إيه لا بقى، إيه لا صار لازم نطفي النار
ونفتن عنكم نشوف ايش المصيبة جايبينه خير ان شاء الله من ايه ما تشوف على مالكم بالعادة. لا مية ولو ما في شيء ما في شيء ما في شيء. بلش يلا بلش انت يلا بلش شو استنى بلش لا يا وليش بتبلش انت انا بلش يعني ليش تبلش انت وليك عم بقول لك بلش بدي اسني ورق بلي على راسك اذا ما تبلش ها بلش يلا خلص خلص انا ما بلش خلص امي 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 صراحه بدنا منك مصاري لانه اليوم عيد ميلاد خردوش واجت تعبنا وبدها هدايا وهدايا ثقيله كمان ايوه احكوا هيك من اول انا قلت حالي مالكم بالعاده واحد مشتاق وواحد عمري اسمعوا لكم اليوم عيد ميلاد مين اختي لاختكم لا اختنا مو اختك ها وانت قلت اختكم يعني مو اختي انا ايش دخلني تنباعوا بالعزب اربعتكم كلكم ايش بدكم جيبوله بعدين انا مني مصاري يا حسره ما معي ولا ليره امي يعني هلا هي بنتك لما بنتك كمان لا ما لا بنتي وبكره بنزل وبشيلها من دفتر العائله انبسطت يعني هذا اخر كلام عندك ما بدك تعطينا مصاري اي نعم اخر كلام عندي ومصاري ما في الله معكم يلا اي ماشي ماشي بسيطه ما في اي مشكله بس يمكن صار الوقت اني اروح على ابوي انك حرقتيه بقلابيته البيضه وانت عم تكويه يلي لسه ما لبسه ولا لبسه وبنشوف رده فعله بنبقى طوبة لك مش عصبتهم ولو خذوا عادي معي ولو انا هلا تذكرت في معي 100 درهم هلا بعطيك اياها خذ مسوك ايش بدك تجيب لها خدود جيب لها مسوك هاتي من الاول كان ضروري استعمل معك وسيله تهديد منيح انا نشوف ايش بدنا نجيب فيها ايه ولا مي ولا شو اسمعوا لك مجودة ما بقى معي ولا درهم هلا اذا بترفضني نفض قرش ما بنزل مني روح انت عبادة تشاركوا مع بعض خذ منه مصاري وتشاركوا مع بعض يلا يا الله عبادة تعطيني مصاري تنباعوا بالعزب ألف بعضكم عيد ميلاد أول راحت الميت تيرا راحت بسيط أنا بفرجيك يا عبادة والله لخليك تدفع 200 بدل 100 طول بالك حطي كفك بي كفي مع بعض العمرين كفي خدوش خانوم شمارين ساحة وينك؟ عبادة اشبري الله يوفقك قل لها هي الهدية مني ومنك ما جبت لها شيء لأنه ما معي مصاري نعم رو دبلي راسك هي هديتي أنا بس حطيت حقك الهدف شان قل لها هي ودي هي أجبت لحالي بس دبل راسك روح انت شو استاذ؟ جبت هدية للساعة وين المحقق كونان؟ ولك يخرب بيتك إذا سنك ما متبري منك تفضلي كل سنة وانت سلمي أوه ماي جاد وانت سالم عبوشي فتش فتشو بتدي شو هاد بلوزه جايبلي بلوزه هلا طلع معك كحته بلوزه ولك احمدي ربك اني جبت لك بلوزه مو احسن منك وبالنسبه للشاحن اللي قلت لي عليه على اساس اصلي وحقه 150 ليره رحت سالت عليه طلع حقه 25 ليره بس ضحكتي علي بلوزتك هي حقها 150 ليره عشان يكون في بالك كان شكرا ماشي كثير لا انكشفنا وليك ما بشي ما عرفت تجيب غير هاللون انت وياك اذا بتعرف نقي شلون امي حلوه البلوزه حلوه ما بشي روح اشطحيها يا امي للعيد تلبسيها فورا يلا لا ما بدي امي العيد بدي البسه وانت مجوده شو كانه مطنش ايش وضعك انت مين انا عم تحكي معي انا لا عم بحكي مع خيالي عم بحكي انا في غيرك مجوده هون بالغرفه عقبال ما جاب لي هي البلوزه امي عطتني مصاري وابوي جاب لي ايفون 11 برو ماكس تليفون جديد انت وين هديتك؟ على اساس ما راح تجيب لي شيء انت بابا ماشي بسيطه كلها عشان ما تعطيني مصاري خدوج انا هديه ما هديه هلا احنا في بيناتنا هدايا ليش بعدين اخوك الصغير ولا ولدك تاخذي مني هديه لا ايش قصدك لك حشره يعني انت ما جبت لي هديه طولي بالك لك عم بمزح معك طبعا جبت لك ولو اي ميك جوا بس لك عم بمزح معك انت كثير عصبيه ها ايوه اذا هيك ماشي قوم جيبها بسرعه يلا قدامي رقد يلا فورا يلا ودي على نصيبي ايش بدي اجيب لها هلا يلا ايش بدي اجيب لها ايوه كانه هذا دخل على الحمام وسكر عليه الباب خدوج قلت لك ما معي مصاري ادي للبنحة بدك هديه بعدين ما راح اطلع من هون طاول ما يطالع من هون طاول طاحي راسك بالحيطان بعد العزاء انت وعيد ميلادك لنشوف يلا انا عم تحكي معي هيك يا برغي انا بفرجي طول بالك روح عبادة افتح لي باب الحمام وبشحن لك 500 ليره شدات ببجي من حسابي لحسابك ايه بتكرم عيونك هي شغلتي ولو منتظر هاليوم من زمان جايك مجهودك كلب عبادة حتى انت
واحد اثنين ثلاثة. انباع بالعزة، انا معيد ميلادي قلت لي لك مو هيك، وقف على جيك وقف. طيبك طيب يا خدوش، والله انا كنت عم بمزح معك، انت بتعرفي يعني تاكلي اندونية. ايه باكل، ليش ما اكل؟ انا اللي باكل، بس هالمرة رح تاكل وعلى حسابي كمان. اقروا الفاتحة على روحه يا جماعة.